السليولايت وما أدراك ما السليولايت. السليولايت هو تشوه يحصل في الجلد، يحصل بشكل خاص عند النساء، وين؟ في منطقة الأرداف ومنطقة الأفخاذ. ليش؟ لأن يصير في تخزين مفرط للدهون والماء في هذه المنطقة، وهو بشكل أساسي عامل جيني أصلا. ليش عامل جيني؟ لأن في بعض من النساء عندهم تخزين الدهون عالي والسليولايت منخفض، بينما في نساء عندهم نحافة وعندهم تخزين دهون منخفض ولكن عندهم السليولايت بشكل ظاهر وشكل واضح. تمام يا عبدو، ما تكترناش من الكلام وقول لنا كيف الحل. للأسف وبكل بساطة، الكريمات وأجهزة تكسير الدهون ما تعطيش حل، حتى لو أعطتك حلول فهي حلول مؤقتة، والحل الأساسي هو التخلص من كمية الدهون والماء المخزنة بشكل مفرط في الجسم. كيف؟ عن طريق أنك تنظم أكلك. لازم أنك تتابعي برنامج غذائي تقدري تستمري عليه على الدوام، لأنك لو نظمتي أكلك وتخلصتي من السليولايت وبعدين رجعتي وفسدتي في أكلك، حيرجع السليولايت للأسف الشديد. لذلك لو حابة أنك تتعلمي كيف تخسري الدهون، مستمتع بالأكل اللي تحبيه بطريقة صحية وتحافظي على نتائج مدى الحياة، أفضل استثمار هو أنك تتحصلي على كورس خسارة الدهون اللي حيعلمك كل هذه الأشياء. كل اللي عليك انك تشوفي الرابط في البايو بداية الصفحة او تكتبي كلمة كورس في التعليقات وحيوصلك رابط الاشتراك، وشاركي هذا الفيديو مع انسانة عشان ايضا هي تستفيد من هذه المعلومات، وحتى نلتقي فيديو تانية. Stay fit. Peace out.